أولا يعني معرفتي للقصة كانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كان خبر بارز، إضافة لأنه إحنا كمؤسساتنا سوية وناشطاتنا سويات يعني متابعين لهي القضايا، وكان في عندنا جروبات نسوية يعني تتناول أي قضايا تتعلق بحقوق النساء أو بجرائم قتل النساء. كان هذا الخبر يعني ضمن الأخبار المتصدرة على الجروبات الخاصة فينا. طبعا احنا دائما يعني جرائم من قتل النساء بغض النظر عن الاسباب هي بالنسبه لنا يعني جرائم واحده، لانه يعني احنا دائما ندين هاي الجرائم ونستنكرها وبنبذل اقصى جهدنا من خلال نضالنا سواء كان على صعيد محلي او على صعيد دولي انه تتوقف هاي الجرائم قتل النساء، لانه بالنهايه دائما بغض النظر عن الحجج اللي بتبناها مرتكب لهي الجريمه او قاتل النساء، هي بالنهايه مردودها او نتفق على انه النساء يعني هو ضحيه سهله سواء كان للحكومات او للاشخاص بشكل عام، لانه ما فيش رده فعل يعني حول هاي الجرائم تتناسب مع حجم الجريمه. احنا كلنا ندين هاي القتل وندين التدخل في الحريات الشخصيه للنساء وندين التعامل مع اي يعني سلوك للنساء بانه جريمه كما يعني يدعي قتلت مهسا اميني. فبالتالي احنا يعني ضد جرائم القتل بغض النظر عن السبب او عن يعني الحجه اللي اللي بتبناها القاتل. يعني طبعا يعني هي عنف، يعني هي شكل واضح من اشكال العنف وجريمه مع سبق الاصرار والترصد، لانه زي ما بتعرفي انت يعني هي تم قتل احتجازها يعني وقتلها اثناء الاحتجاز بعد تعذيبها وتعنيفها من خلال ضربه على راسها، وبالتالي يعني هنا كان قتل مقصود يعني وغير مبرر. ليس هكذا يعني يتم اقناع النساء بالحجاب، وانت شفت ردة الفعل كانت يعني هي عكس ما كان يعني متوقع. يعني اذا انت كنت بدك بغض النظر يعني يعني اللي بيصنف حاله مرجعية للسلوك الاخلاقي، يعني من يسمح لك بتصنيف نفسك انت مرجعية اخلاقية؟ يعني مجرد اشخاص هم من يحكموا على سلوك يعني امرأة بانه هي خارج العادات والتقاليد او الثقافة او خارج عن الاخلاق كما يدعوا، يعني هناك مرجعيات دولية وحقوقية للإنسان بشكل عام وللنساء بشكل خاص. بالتالي مش من حق أي مجموعة تطلق على نفسها إنها شرطة الأخلاق أو شرطة تعديل السلوك كما يدعون إنها تتحكم في مصير النساء أو في حرية النساء أو تقتل النساء. إنه أنت يعني تطلق عليها إنها يعني لا ترتدي الحجاب بشكل مناسب وتتدخل في طريقة ارتدائها للحجاب، هذا نوع من أنواع التدخل والعنف. احتجازها والطريقة اللي تم احتجازها فيها واطلاق غاز مسيل للدموع على أخوها اللي كان مرافق إلها من أجل انتزاعها منه وتفريقهم، هذا نوع من أنواع العنف. مجرد يعني اصطحابها للسجن واعتقالها وحجزها بسبب عدم ارتداء من وجهة نظرهم يعني الحجاب المناسب، هذا نوع من أنواع العنف. تعذيبها هذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون وحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، وضربها ضربة مميتة على رأسها. كل هاي الممارسات كانت يعني بشكل واضح وصريح وانتهاك لحقوق النساء وانتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام. اولا يعني احنا بنستاء من انه لحد الان صرنا احنا في القرن 21 وما زلنا يعني يفترض ان يعني النساء هي اولا واخيرا حقوقها هي من حقوق الانسان. يعني النساء يجب ان تتصدر مواقع قياديه ويجب ان ولهم تجارب في تصدر المواقع القياديه، يعني النساء تحكم بعض البلدان ووزيرات في بعض البلدان وعضوات برلمان ومجلس تشريعي ورائدات فضاء. يعني صعب علينا في القرن 21 واحنا يعني نصل لهي المراتب في على مستوى العالم انه يتم لسه يعني التعامل مع النساء انك تقبل شكلها بهذه الطريقه او لا تقبل او تقييد حريتها. انا بعتبر هذه حريات شخصيه، واذا كنت يعني تريد مثلا اقناع احد
بارتداء حجاب او بالدين او باي يعني معتقدات، كانت يعني الحوار يعني عليك بالحوار، واما تقنعها او لا يعني. ولكن اذا كان كل حدا بده يتعامل بقتل انسان اخر يعني لمجرد انه شكله مش عاجبه او لانه طريقه لبسه مش عاجبه، معناته احنا يعني لا وجود للقانون ولا وجود لمرجعيات حقوقيه ولا لاتفاقيات ولا اي، كل هاي المرجعيات يعني غير مقبول انه يتم اشخاص يعني يقوموا بالحكم على امراه او شخص اخر لمجرد انهم مش عاجبهم شو شكلهم. يعني هذا غير قانون وغير اخلاقي اصلا. يعني احنا تعرفنا انه اصلا عملية قتل النساء هي جرائم وخطر وارهاب، يعني بغض النظر عن مرتكبيها. يعني احنا كنساء يعني ما عندناش مشكلة شو كانت الحكومة، سواء كانت اسلامية علمانية اشتراكية شيوعية، احنا ما عندناش مشكلة في الحكومة كنساء، لكن عندنا مشكلة كيف تتعامل الحكومة مع حقوق النساء. هي الاشكالية، يعني اذا كانت الحكومة حكومة اسلامية ولكن تعترف بحقوق النساء، وزي ما حكيت لك يعني حقوق النساء يعني بشكل خاص يعني هي حقوق انسان، هو حقوق انسان. يعني احنا النساء لا تطلب يعني حقوق خارج العرف او العادات او التقاليد او خارج المنظومة الحقوقية العالمية. النساء تطلب حقوق وفق مرجعيات عالمية حقوقية عالمية تعترف بها كإنسان، لها حقوق وعليها واجبات، يعني إسوة بكل اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق النساء. بالتالي يعني حقوق المرأة هي حقوق إنسان. إذا كانت أي حكومة بغض النظر عن توجهاتها أو معتقداتها الدينية يجب أن تعترف بحقوق النساء، يجب أن تعترف بحقها باختيار يعني حرياتها الشخصية، بحقها بتحديد طريقة لبسها، بتوجهاتها، بعملها، بتعليمها، كل هاي الأمور. يعني يعني احنا ما بدنا نوصم ان الحكومات الإسلامية حكومات إرهابية، لا، هي حكومات عندها معتقدات يعني وتوجهات، لكن يجب ان تحترم الآخر. يعني أي حكومة في أي بلد يجب أن تحترم الاختلاف وتحترم الآخر وحريته وعدم تقييد حريته الشخصية. يعني الحد أو الأضعف الإيمان هو مثلا حملات إعلامية ضد التعامل مع النساء بهذه الطريقة، يعني مطالبة بمحاسبة مرتكبي الجريمة بحقها، تشكيل لجنة تحقيق. طبعا يعني هم بيدعوا يعني اعلاميين هم تم تشكيل لجنه تحقيق، احنا بنطالب بتشكيل لجنه تحقيق للتحقيق في مقتل مهسا اميني واعلان النتائج يعني على مرأى العالم، وكيف تم محاسبه يعني من ارتكبوا الجرم، بغض النظر هم من رجال الشرطه، من رجال الشارع، من رجال من باي لجنه بتلقى على نفسها. كمان محاسبه يعني مرتكبي الجريمه بكون هاي يعني كمان يعني سابقه، لانه ما يتم ارتكاب جرائم اخرى بحق النساء لأنه تم محاسبتهم. ولكن إذا لم يتم محاسبتهم ستكون هناك جرائم أخرى بحق النساء يعني دون مبرر، أو لأنه حسب المزاج الأمزجة لهذه الجماعات، يعني إذا كنت أنت راضي عن شكلها أو غير راضي، بالتالي مطلوب محاسبتهم، الضغط من أجل تشكيل لجنة تحقيق محاسبتهم، مطالباتهم على يعني حملات إعلامية، ويمكن الحملات اللي قامت فيها النساء يعني اللي كانت يعني على غير توقع الحكومة، اللي خلعوا الحجاب وقصوا شعرهم، وهذه كانت رسالة إنه يعني التعامل مع شكل النساء وحجاب النساء وطريقة لبس الحجاب ليست بهذه الطريقة، وكانت النتائج عكسية. النتائج بدل أن تقنع النساء بارتداء الحجاب، النساء خلعت الحجاب. وبالتالي هذه رسالة للحكومات وللجماعات اللي بتدعي إنها جماعات يعني الأخلاق وجماعات يعني تربية الناس يعني أو تربية النساء على الأخلاق. هذه جماعات يعني كانت رسالتها هي رسالة عكسية لما توقعت يعني.